أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج صوت وصدى. يشتد يوما بعد يوم قارس الأزمة على حياة المواطن السوري، فالحصار الاقتصادي والعقوبات الجائرة والصادرة من دول ادعت حرصها على مصالح السوريين وحريتهم وديمقراطيتهم لم تكن إلا حصارا وعقابا لهذا المواطن لتلاحقه في لقمة عيشه وفي حياته اليومية. فتوفير مستلزمات الحياة اليومية يتطلب على المواطن أن يبحث عن وسائل وطرق جديدة لتأمين مادة المازوت، لزوم التدفئة مع قدوم شتاء قاس، وتأمين أسطوانة الغاز بات هاجس كل مواطن البحث عنها حتى ولو وجدوها في السوق السوداء وبأسعار مضاعفة. أمام عدم توفر البدائل ومع ساعات انقطاع التيار الكهربائي التي بدأت في الزياد، فكيف سيواجه المواطن قسوة الشتاء هذا العام؟ وهل ستكون وعود المعنيين عن توفير مادتي المازوت والغاز أكثر دفئا من قارس الأزمة بحد ذاتها؟ إذن مشاهدينا، كما تابعتم موضوعنا لهذا اليوم من برنامج صوت وصدى، يتناول موضوع تأمين مادة المحروقات والآليات المتخذة لذلك. ويسرنا أن نرحب بضيوفنا الكرام، المهندس منصور طه مدير فرع محروقات ريف دمشق، أهلا بك. والمهندس علي غانم مدير فرع محروقات دمشق، أهلا بك. والمهندس محمد طه مدير غاز دمشق وريفا، أهلا ومرحبا بك. يعني أبدأ معك أستاذ منصور، أنت مسؤول عن أوسع رقعة جغرافية في سوريا، الريف، يعني بتنوعه من مناطق باردة وأيضا مناطق ساخنة بسبب الأحداث الراهنة ومناطق جبلية وخلافه، كيف يتم حاليا توزيع مادة المازوت؟ نعم، شكرا. والمحروقات بداية يسرني أن أكون معكم في هذه الحلقة لتقديم الإجراءات التي تم اتخاذها شركة محروقات بشكل عام وفرع محروقات دمشق وريف دمشق بشكل خاص حول آلية توزيع مادة المازوت وخاصة مادة التدفئة للإخوة المواطنين. بالحقيقة مثل ما تحدثتي، فرع محروقات ريف دمشق يعد من أهم وأكبر فروع شركة محروقات، ويشكل أكثر من 20% من مبيعات شركة محروقات لعدة أسباب. السبب الأول موقع محافظة ريف دمشق الاستراتيجي، والذي يعد ممر عبور لخمس محافظات في القطر وحدودها مع ثلاث دول مجاورة، بالإضافة إلى مناطق محافظة الريف الواسعة والكبيرة والتي تميز بمناطق جبلية باردة، مناطق زراعية كبيرة، وبالإضافة إلى وجود معظم المنشآت الصناعية مرخصة على أرض محافظة ريف دمشق. أستاذ منصور، أكيد بهمنا نعرف كيف بيتم توزيع مادة المحروقات للفلاحين والمنشآت الصناعية، لكن بداية ما هي الآليات المتخذة لتوزيعها لكل مواطن في ريف دمشق؟ نعم، طبعا احنا منافذ البيع بمحافظة ريف دمشق كونه انتشاره كبير جدا عن طريق محطات ومراكز المحروقات والخزانات الثابتة المرخصة في جميع أنحاء المحافظة، وعددها حوالي 320 مركز وخزان ثابت ومحطة محروقات. هذه المراكز والمحطات مرخص فيها في كل محطة ومركز آليات توزيع صغيرة مرخصة أصولا من قبل مديرية التجارة الداخلية في المحافظة. مهمة هذه الآليات توزيع مادة المازوت للإخوة المواطنين، والتي تأخذ المادة من المحطات ومراكز المحروقات المرخصة في المحافظة. طبعا منذ بداية الشهر التاسع بالحقيقة، وبتوجيه من السيد المحافظ والجهات المعنية ووزارة النفط، تم تشكيل لجان في كل منطقة وفي كل بلدية وفي كل مدينة. مهم طبعا اللجنة مشكلة من رئيس البلدية، رئيس اللجنة والفعاليات الأخرى الموجودة في البلدية. مهمة هذه اللجان الإشراف وتوزيع مادة المازوت للإخوة المواطنين كدفعة أولى حسب التوصيات، دفعة أولى 200 لتر لكل عائلة. طبعا توجيه من السيد المحافظ، تم إشراك جميع الفعاليات، أعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة، أعضاء المكاتب التنفيذية بمجالس المدن، رؤساء البلديات، الفعاليات الأخرى. مهمة اللجنة قيام بتسجيل قوائم بأسماء المواطنين الذين يرغبون بالحصول على مادة المازوت بموجب دفتر العائلي، ومن ثم متابعة الجهات الأخرى كفرع المحروقات ومديرية التجارة الداخلية والمحطات المحروقات في كل منطقة، يقومون باستلام مادة المازوت حسب النسب التي تمنح لهم
من أجل التدفئة. طبعا في محطة المحروقات يردها مادة المازوت، في قسم من الفعاليات الأخرى مثل ما تحدثنا عنها للفلاحين وللمنشآت الصناعية وللآليات، وقسم يتم تحديده من أجل توزيعه على أخو المواطنين كمادة تدفئة دفع أولى للمواطنين. يقوم رئيس البلدية أو الجهات المعنية باستجرار ومراقبة وصول مادة المازوت إلى المحطات، ومن ثم أخذ النسبة المحددة للتوزيع للتدفئة، ويقومون بدأوا بالتوزيع فعلا منذ 1/9 على الأخوة المواطنين. وبالفعل محافظة الريف كانت سباقة بالتوزيع كدفع أولى. بالشهر التاسع نحن وزعنا بمحافظة الريف تدفئة فقط 40 مليون لتر بمعدل 200 ألف عائلة استفادت من الدفعة الأولى في شهر التاسع أيلول. في شهر تشرين الأول الحالي لغاية الآن تم توزيع حوالي 40 مليون لتر كدفعة أولى كمازوت تدفئة بحوالي 100 ألف عائلة استفادوا من مادة التدفئة. وحاجة الريف قديش تبلغ من مادة؟ طبعا محافظة الريف مثل ما تحدثت محافظة كبيرة جدا، يعني صعب إحصائها حاليا بسبب تداخل السكاني ما بين الريف والمدينة، بسبب طبيعة الأرض، بسبب معلش نحكي الوافدين من مناطق أخرى. فنحن يعني سيتم أخذ الجداول التي تسجل من البلديات هي كأساس لنا، وحدة إدارية يسجل عنده المواطن الراغب أو الوافد من محافظة ثانية، أساس أنه نحن نقوم عن طريق المحافظة ولجنة المحروقات وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتخصيص هذه المراكز أو هذه البلديات بحاجة تقريبا 1000 عائلة حسب الإمكانيات المتاحة في شركة محروقات وحسب الكميات الموجودة. وزادت الضغوط أيضا بالريف مع قدوم وافدين أيضا وتواجدهم. نعم، كيف عم يتم تأمين المادة أيضا نفس الإجراءات؟ طبعا 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 كوحدة إدارية موجود فيها لجنة تسجيل وتوزيع هو معني بالموضوع. طالما أن مواطن وفد لعنده واستقر عنده فهو معني، هو يقوم بتسجيل اسمه ضمن القوائم ويقوم بتوزيعه كأنه مواطن موجود ضمن. طيب استاذ علي، الاليات عندكم بدمشق تختلف عن الريف من انو جهه؟ وايضا بدي اسالك بس نخلص من هذا السؤال حول خسائر وحجم اضرار القطاع النفطي، يعني مثل ما عرفنا انه تجاوزت ال 5 مليار ناهيك عن 200 مليار نتيجه عدم تصدير النفط، بدنا نحكي عنه بالتفصيل، لكن قبل تشرح لنا اليات التوزيع كيف عم تتم بدمشق؟ هلا بفرع محروقات دمشق هناك بس نقول الاجراءات المتخذه بفرع دمشق، ففينا نقسمها الاجراءات التنفيذيه والاجراءات الرقابيه. بخصوص الاجراءات التنفيذيه يعني كل ما يتعلق بتامين الاخوه المواطنين، الفعاليات الاخرى والقطاع النقل. بالاجراءات التنفيذيه تم بالنسبه ما يتعلق بالاخوه المواطنين تم اعتماد نظام الأتمتة في تسجيل الطلبات للأخوة المواطنين عن طريق البطاقة العائلية كمعتمد أساسي في التسجيل ونظام مؤتمت. هذا النظام بيسمح لنا أنه عدم تكرار الطلبات وضبط آلية تنفيذ وتسجيل الطلبات. كذلك الأمر تم افتتاح عدة مراكز للتسجيل عائدة لفرع محروقات دمشق كفرع في المركز الرئيسي القديم القابون اللي هو أقرب إلى كراجات العباسيين، بالإضافة إلى مركز جديد في غرب الميدان تم افتتاحه من حوالي 15 يوم، بالإضافة إلى المركز الموجود في فرع ريف دمشق واللي فيه آليات مرخصة وكميات محددة لمدينة دمشق وفيها حوالي 200 آلية كمان كرافد أساسي للمدينة. وبالتالي كفرع محروقات دمشق أو شركة محروقات لها 3 مراكز رئيسية بالإضافة للمراكز الموجودة في المحطات الخاصة. فعائد لفرع محروقات دمشق 27 محطة، 7 منها للقطاع العام و20 محطة قطاع خاص، وهناك 23 مركز أو خزان ثابت موجود ضمن الأحياء الشعبية. في من خلال هذه المراكز اللي تعتبر كلها مراكز تسجيل باستطاعة الأخ المواطن التسجيل عن طريق المحطات أو عن طريق المراكز العائدة لشركة محروقات. تم إلزام المحطات الخاصة بتخصيص نسب محددة من الكميات الموجودة لديها لتوزيع للأخوة المواطنين، وبمعدل 50% من المخصصات الواردة إلى المحطات هي عائدة للأخوة المواطنين. وفي حال كانت هذه المحطات لا يوجد لديها فعالية نقل أو توزيع للنقل فبالتالي كامل المخصص هو للأخوة المواطنين. هذا الشيء كان أساسه هو تفعيل دور القطاع الخاص في تأمين الأخوة المواطنين بالإضافة للقطاع العام كرافد أساسي لتوزيع للأخوة المواطنين واللي عم يناط في الدور الرئيسي لتأمين حاجة الأخوة المواطنين.
عدد الآليات التابعة لفرع محروق خادم دمشق تعادل حوالي 120 آلية، هي تعادل 20% من حجم آليات القطاع الخاص اللي هي حوالي 550 آلية. فبالتالي نحن القطاع الخاص والقطاع العام يقوم بتأمين حاجة الأخوة المواطنين. ومن هون كان دور لجنة المحروقات في المحافظة واللجنة المركزية في تفعيل دور القطاع الخاص من خلال ما ذكرنا، أنه يكونوا هن مراكز تسجيل للأخوة المواطنين بالإضافة إلى مراكز فرع محروقات دمشق، من خلال إلزامهم بفتح سجلات خاصة للتسجيل للأخوة المواطنين. ندخل هون بشو هي الأوراق المطلوبة؟ كيف يعني هلأ بده كل مواطن يروح يسجل على الكمية اللي بيحتاجها؟ هلأ بالنسبة للمواطن إذا كان عن طريق فرع محروقات دمشق، فبالتالي هو بحاجة إلى البطاقة العائلية كمستند رئيسي، بيجي على المركز، بالمركز بيتم ختم دفتر العائلة وأخذ البيانات المطلوبة. هذا يعني دخلنا في نظام الأتمتة اللي نحن عم نحكي وين فيه. وين متواجدة المراكز؟ المراكز موجودة في القابون وغرب الميدان والقدم مثل ما ذكرنا، هي العائدة لفرع محروقات دمشق، ما عدا المراكز العائدة لمحطات القطاع الخاص. بس يتقدم المواطن للتسجيل عبر الكوة الموجودة وفي نظام الأتمتة قلت لك، فبياخذوا منه البيانات. النظام هو لديه عدة مستويات من القبول والرفض للطلب. في حال أنه تكرر الاسم يرفض، في حال تكرر رقم الهاتف يرفض، وفي حال ما في مجال للخطأ يعني تماما. فهذا آلية ساعدتنا في آلية تنفيذ، سرعة التنفيذ والضبط وأيضا مراقبة التنفيذ للطلبات. مع انتهاء التسجيل يعطى الأخ المواطن إيصال، هذا الإيصال هو بخوله للمراجعة ولتنفيذ الطلب عندما إذا ما تأمنت له المادة تماما. بس بعد التسجيل يتم عن طريق نظام الأتمتة فرز الطلبات حسب المواقع السكنية وعلى الآليات، ويقوم السائق بالذهاب إلى العنوان وتنفيذ الطلب. وعند تنفيذ الطلب يأخذ الإيصال الموجود لدى المواطن كدليل على التنفيذ، وبالعودة إلى المركز تسلم هذه الإيصالات كمان وتتابع من قبل اللجان لتصفية هذه الطلبات والتأكد من تنفيذها عبر قوارئ باركود موجودة على الرقم الباركود أو الباركود الموجود على الخصيمة للأخ المواطن. وبالتالي يتم إصدار بيانات من خلال هذا النظام عن الطلبات المنفذة والغير منفذة وبشكل سريع جدا. دخلنا في كمان الإجراءات الرقابية، نحن بس نقول أنه نحن عملية تصفية. فالإجراءات الرقابية كمان مناط فيها جزئين، الجزء اللي الجهة الوصائية واللي هي مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مدينة دمشق، تم فرز مراقبين على كافة المحطات ومراكز توزيع المحروقات وبشكل دائم وليس بشكل دوريات. يعني في كل مركز أو محطة هناك مراقب يراقب فتح السجلات وتسجيل الأخوة المواطنين، ومراقبة الكميات الواردة والكميات المنفذة والتدقيق فيها بشكل هي يومي. الجزئية كتير مهمة بدي أحكي عنها بالتفصيل لاحقا، عن آليات الرقابة ومنع الغش والتدليس والفساد في مجال المحروقات. لكن مثل ما حكينا قبل، خسائر بلغت أو أضرار بلغت أكثر من 5 مليارات بقطاع النفط، ما عدا 200 مليار عم بيتم خسارتها نتيجة عدم تصدير النفط إلى الخارج. يعني كل هذا الشيء ما بيشكل عبء عليكم لتقدروا تأمنوا وتوزعوا مادة المحروقات ما في شكل بسوريا؟ ما عم يتم في نقص؟ ما عم يتم في بيكون في مشاكل؟ يعني نحن ضمن الواقع الحالي معروف أنه نحن نعتمد على الإنتاج المحلي، والإنتاج المحلي يعادل 50% من احتياجات القطر. وبهالحالة هي نحن بيطلب منا كعنوان عريض عدالة التوزيع بالنسبة لنا كجهات منفذة، ومطلوب كمان بالشق الآخر هو ترشيد الاستهلاك بالنسبة للأخ المواطن وبالنسبة للفعاليات. كنا أفراد وكنا مؤسسات، فعدالة التوزيع هي تقوم من خلال الإجراءات المتخذة بكل فرع أو على مستوى الشركة ككل، كل فرع من فروع الشركة بالإجراءات المتخذة وبكل محافظة لإيصال المادة وبشكل عادل للأخوة المواطنين وحسب مستحقيها. وبالمقابل كما ذكرت أنه هناك المفروض أنه يكون في ترشيد للاستهلاك إن كان على مستوى الأفراد أو على مستوى المؤسسات، لأنه هي المادة أولا بالأساس هي مادة مدعومة للأخ المواطن وتكلف مليارات الليرات السورية كدعم، وتكلف على الخزينة السورية كدعم
لإيصال الأخ المواطن بالسعر الموجود حاليا. أنتقل إليك أستاذ محمد، يعني لا شك أن الآليات المتبعة منذ أشهر لتأمين مادة الغاز يعني استطاعت نوعا ما أن تخفف من حدة الأزمة في نقص الغاز، لكن أيضا بنشوف أنه عم يعني صارت أسطوانة الغاز عم تباع بالسوق السوداء، وإذا اضطر المواطن عم بيشتريها. هل يعني يا ريت لو توضح لنا أكثر خطتكم بالإنتاج، وهل تكفي الكميات المنتجة لتغطي الحاجة المطلوبة؟ هلا بداية ينقسم عملية توزيع الغاز أو أسطوانات الغاز بالنسبة لفرع دمشق وريف دمشق لتوزيع الغاز اللي هو مسؤول عن ثلاث محافظات اللي هي دمشق وريف دمشق والقنيطرة، من خلال منافذ القطاع الخاص مبيع في معتمدين قطاع خاص ضمن مدينة دمشق وريف دمشق. في مدينة دمشق تجاوز 200 معتمد، وضمن مريف دمشق تجاوز 800 معتمد، وضمن محافظة القنيطرة هناك تقريبا 60 معتمد. هدول قطاع بالنسبة لهدول هلا المعتمدين هن قطاع خاص. بالإضافة لذلك في عندنا هناك دعم موجود لتغطية النقص الموجود بعملية التوزيع، تم الاستعانة والتنسيق مع قطاعات القطاع العام اللي هن المؤسسة العامة الاستهلاكية بفرعيها دمشق وريف دمشق، بالإضافة إلى المؤسسة العامة للخزن والتسويق. طبعا في الفترة الماضية حسينا بوجود أزمة، وطبعا في لقاءات سابقة كان هناك تركيز على وجود الأزمة، طبعا كانت فقط لأنه في وجود اعتمادنا فقط على المصادر المحلية لتأمين مادة الغاز، وكان هناك صعوبة بتأمين المادة عن طريق الاستيراد، فكان وجود نقص تقريبا 50% من مادة الغاز. تم التنسيق مع السادة، توجيهات من السادة المحافظين في المحافظات الثلاث لعملية ضبط ووجود آلية للتوزيع. طبعا قمنا بهذه العملية من خلال الوحدات الإدارية الموجودة بمحافظات ريف دمشق، من خلال البلديات، وكان هناك عمليات ضبط مسبق من خلال ضبط عملية عدم تسليم المادة حتى ختم القسيمة البيع من قبل البلدية ليتم عليها الإشراف والتوزيع من قبل هذه الوحدات الإدارية لتوصيل هذه المادة إلى الأخوة المواطنين وبالسعر الرسمي. هذا ضمن ريف دمشق. ومن ضمن مدينة دمشق مؤخرا تم كمان عملية الضبط من خلال هذا الموضوع، من خلال ختم القسائم من قبل المخاتير الموجودين في الأحياء. وهذه الإجراءات حدت من عملية وجودها المستغلين لعملية بيع أسطوانة الغاز. وحاليا يمكن لاحظنا من قبل وجود العيد، من قبل الدخول الى او الوصول الى عيد الاضحى المبارك والعام وانتم بخير، تم رفع الانتاج الى ما يقارب بدايه كميه الانتاج 50,000 اسطوانه يوميا تقريبا، بين 45,000 و50,000، لكن مو بتغطي الحاجه هناك اليومية. وجود بعض النقص طبعا يمكن لاحظنا، بس في انحسار أكيد لوجود الأزمة اللي كانت تسمى أزمة، ما زال يعني بعض المواطنين يعانون. يعني فينا نصنف الموضوع من عملية أنه في وجود تقريبا عجز بحدود 20% إلى 25%، وهناك العمل جاري تأمين مادة الغاز عن طريق الاستيراد والمصادر المحلية. استيراد من وين؟ طبعا من هذا مختص في مكتب تسويق النفط. الموضوع طبعا تأمين من مصادر مختلفة لتأمين المادة ووصولها إلى البلد، وهناك عملية نقل. طبعا نواجه بعض الصعوبات بعملية النقل من ضمن المصادر للمركز في عدرا، وطبعا نتغلب عليه إن شاء الله بضمن آليات معينة وضمن ترتيبات معينة لوجود وصول هذه المادة إلى الأخوة المواطنين، خاصة يعني المواطن أكيد بهمه يعرف كيف رح يتم تأمين مادة الغاز مع يعني تخفيض كمية الغاز الموجودة بكل أسطوانة إلى 10 كيلوغرام، يعني ما عادت تكفيه أسابيع. يعني من خلال التجربة مدام بين يعني الأسطوانة يعني بال 10 كيلو بتكفي العائلة يعني تقريبا 25 يوم. يعني احنا كمان زملائنا في شركة محروقات طبعا كنا عمل واحد، وكل الجهود هي منصبة لتأمين هذه المادة إن كانت هي بالمازوت أو بعملية الغاز. وذكروا الزملاء أنه عملية الترشيد من الأخوة المواطنين بعملية هذه المادة، يعني أنه نرشد إحنا باستخدام هذه المادة، ولكن نكون في إفراط بعملية استخدام هذه المادة.
بس مع انقطاع التيار الكهربائي بدهم يضطروا بعض المواطنين لاستخدام الغاز. تماما يعني. هلا احنا عمليه الغاز تقريبا بنرجع بنكرر انه عمليه الغاز تقريبا يعني احنا ما عندنا عجز كبير، ولاحظوا وجود الاخوه المواطنين انه الاسطوانه متوفره، وطبعا كلها هي تمت بعمليات بتوجيه من الساده المحافظين بعمليه الضبط اللي احنا هلا سميناها الضبط المسبق، عمليه عدم حصول الموزع او المعتمد القطاع الخاص الا بختم القسيمه قبل الدخول بعلم الوحده الاداريه او وجود او بعلم مختار الحي الموجود ليتم توزيعها. هلا ضمن مدينه دمشق كان هناك اجراءات اتخذناها في هذا الموضوع، تم تقسيم مدينه دمشق الى خمس قطاعات. خمس قطاعات اداريه، كل قطاع مسؤول عنه لجنه، تم تشكيل لجنه في محافظه دمشق للاشراف على توزيع هذه الماده وايصالها للاخوه المواطنين وبالسعر النظامي. يعني احنا عملنا تجربه، اضافه الى ذلك اذا كان وجود نقص هناك يتم التنسيق مع هذه اللجان المشرفه على القطاعات الاداريه موجوده ضمن دمشق لدعم هذه المناطق. هلا في وجود بعض المناطق كانت موجوده فيها مستودعات تم اغلاقها لسبب ما، فتم التعويض عنا بوجود سيارات المؤسسه العامه الاستهلاكيه والتغطيه، يمكن لاحظناها قبل فتره العيد الاضحى المبارك، تم توجيه بمنطقه حي المزه، تم التوزيع على مدار اسبوع كامل بمقدار 600 اسطوانه متوزعه في مناطق كل يوم في منطقه. بس انتم مسؤولين عن دمشق والقنيطره والريف، دمشق والريف دمشق هذا ما عم يشكل عليكم عبء كبير لتامين ماده الغاز؟ طبعا هلا العبء الموجود يعني التداخل اللي موجود هلا، يمكن التداخل الزملاء دمشق وريف دمشق بيعانوا منه بعمليه توزيع الحصص الموجوده بالكميات. هلا احنا ضمن مدينه ضمن فرع دمشق وريف دمشق لتوزيع الغاز احنا بنتحكم بعمليه التوزيع. يعني هلا وجود مثلا الاخوه الوافدين من احد المناطق الى مناطق ثانيه، احنا بنحاول بالتنسيق مع هذه اللجان ومع المحافظات الثلاث انه نعمل عمليه تغطيه، يعني وجود منطقه فيها اكثر بحاجه لاكثر نتجه نحو الاكثر لتغطيه الحاجه الاخوه المواطنين والاخوه الوافدين الى المحافظات الثلاث من خارج المحافظات. عم نحكي عن الوافدين يعني استاذ منصور، ايضا بهمنا نعرف كيف راح يتم تامين ماده المحروقات لهذه الفئه من الناس. نعم، هلا مثل ما تحدثت انا يعني عن طريق الوحده الاداريه او رئيس البلديه على كل مواطن وافد لاي بلدي يقوم بتسجيل اسمه الى قوائم اللجنه المشكله بالبلديه، وهذا حقه الطبيعي يحصل على ماده المازوت مثل اي مواطن مقيم بالبلديه. يعني الوافد نحن كلجنه محروقات بالمحافظه فقط رئيس البلديه عليه موافاتنا باسماء الوافدين الجدد ليتم تخصيص لهم كميات اضافيه عن طريق لجنه المحروقات بالمحافظه من اجل تامين هذه الوافدين الى المناطق. طيب في بالريف مناطق بارده اكثر من غيرها مثل الزبداني وبلودان، هي بيتم التعامل معها مثلا غير ما بتتعاملوا مع مناطق اخرى؟ طبعا هلا المناطق البارده هي بالاساس مخصصات محطات فيها كمياتها كبيره جدا. عندنا مناطق جبلية مثل ما قلت، مناطق باردة الزبداني، منطقة قطن القلمون، هي بالأساس مخصصاتها كبيرة يعني تلبي احتياجات المواطنين. طبعا مثل ما تحدث أنا لجنة المحروقات بالمحافظة هي التي تخصص الكميات، طبعا وين في وجود نقص كمية بأي منطقة عن طريق لجنة المحروقات وبتوقيع من السيد المحافظ يتم زيادة مخصصات المحطات مناطق الباردة وإعطائهم كميات أكثر من المناطق الداخلية والمناطق ال عم تعطوهم أكثر طبعًا من كمية 200 لتر؟ كدفعة أولى، أنا أتحدث هلا عن مخصصات المحطات. لا نحن عم نحكي مخصصات المحطات بالنسبة يعني كدفعة أولى 200 لتر كدفعة أولى، هي مثل يعني تقوم اللجنة التوزيع هي التي تحدد الكمية حسب المخصصات التي ترد إليهم. طبعا ممكن إعطائهم شهريا 200 لتر، ممكن إعطائهم شهريا 200 لتر، ونحن ابتدأنا منذ 1/9 منذ شهر التاسع قبل بداية موسم الشتاء أو قبل تركيب المدافئ، فاللي حصل على 200 لتر الشهر الماضي يمكن يحصل على 200 لتر هذا الشهر، وبالتالي كمية بلشتوا قبل الموسم طبعا تقصد. كمية متتالية يعني مو 200 لتر دفعة أولى وخلاص انتهينا، عند الانتهاء من تسجيل من توزيع القوائم المسجلة كدفعة أولى اللجنة تقوم تلقائيا بتوزيع الدفعة الثانية أيضا 200 لتر، فاحتمال بريف دمشق يعني شهريا أو شهر ونص يحصل على 200 لتر. طيب أستاذ منصور، يعني حكينا عن المناطق الباردة، ماذا عن المناطق الساخنة اللي عم
يكون فيها أحداث يعني مثل دوما حرستا، كيف آلية الوصول للمواطنين الموجودين هناك؟ طبعا نفس الآلية، يعني احنا ما شعرنا بمحافظة الريف في مناطق، طالما انه نحن عن التوزيع عن طريق محطات المحروقات الموجودة المرخصة في منطقة دوما أو أي منطقة. طبعا بدوما على سبيل المثال في عندنا 5 محطات محروقات، نقوم يوميا نحن بتزويدهم بمخصصاتهم المحددة عن طريق لجنة المحروقات، وبالتالي اللجان المشكلة في دوما تقوم بمتابعة وصول المادة إلى المحطات وتوزيعها على الأخوة المواطنين. بدنا نحكي عن آلية توزيع المادة للفلاحين، لكن أنتقل إليك المهندس علي. لا شك أن لديكم يعني حجم عمل كبير في فرع دمشق، لكن هو محصور بتأمين المادة للمواطن والآليات العامة وللسيارات، لكن هناك محافظات يعني تتحمل فيها فروع المحروقات تأمين المادة أو مادة المازوت للفلاحين، هناك مناطق مثل ما عم نقول باردة ومثلجة، كيف تراعون ذلك؟ هلا نحن بجوز موضوع الزراعي يمكن عند فرع الريف اكثر ما يكون عندنا بمدينه دمشق، ولكن نحن الفعاليات الاساسيه الموجوده عندنا في عندنا مثل ما ذكرنا 3 اقسام بموضوع تامين الحاجه المازوت بمدينه دمشق. فعندنا نحن الاخوه المواطنين، قطاع النقل، وبقيه الفعاليات. بقيه الفعاليات يقوم فرع محروقات دمشق حصرا بتامينها، وهي حوالي 150 جهه قطاع عام و1070 مدرسه وحوالي 60 مشفى خاص وعام واكثر من 24 مدرسه خاصه واكثر من 120 فرن. هذول يقوم فرع محروقات دمشق بتامينها. اما بقطاع النقل، امنتوا المدارس في المدارس؟ نحن في خطه متبعه مع مديريه التربيه بمدينه دمشق انه نحن قبل البدء بالموسم نبدا بالتوزيع للمدارس. وهذا العمل صار له سنوات عم نشتغل عليه وبتنسيق دائم، انه نحن بنعطي المدارس مباشره قبل الدخول بالموسم، وهذا اللي عم يتم عبر السنوات السابقه وهذا الموسم كمان تم. وفي الفصل الثاني الدراسي كمان نقوم بتوزيع الحصه الثانيه بالنسبه للمدارس. فبالتالي موضوع المدارس هو مثل ما بيقولوا الخطوط الحمراء بالنسبه لنا، بالاضافه الى الافران والمشافي. لكن عم يتم تراشق المسؤوليه بين التربيه والمحافظات نتيجه تامين ماده المازوت للمدارس بالنسبه لنا بمدينه دمشق. هذا الموضوع وين موقعكم؟ هذا محسوم، هذا مثل ما قلت لك ضمن التنسيق الموجود عندنا نحن تامين ضمن جداول، وقبل البدء الموسم منتهي من التوزيع. يعني نحن هلا بخلال الاسبوع الماضي كان بعتبر يمكن اخر دفعه من القوائم الاسميه بالنسبه للمدارس الموجوده بمدينه دمشق، ويتم تامينها بشكل جيد. فيما يخص ايضا المدارس، بهمنا نعرف بالريف ايضا كيف عم يتم تامين المازوت للمدارس. الحقيقه يعني سؤال جيد، يعني نحن عن جد هلا مطلب من المعنيين بالتربيه والمحافظه موافاتنا هلا باسماء المدارس الموجوده في كافه انحاء المحافظه والكميات التي تطلب كدفعه اولى للمدارس. طبعا في عندهم هن قسائم ربعيه او قسائم نصفيه، فموافاتنا بجداول باسرع وقت ممكن من اجل اما توجيه المحطات المحروقات الموجوده في المناطق في جانب المدارس او عن طريق مركز التوزيع المباشر الموجود لدينا في القدم. سيتم تامين هذه المدارس ويجب ان يكون يعني بسرعه قصوى خلال الايام القادمه. يعني لهلا ما تم تامين المدارس؟ لا طبعا محافظة الريف حكينا انتشارها كبير جدا. طبعا معظم المدارس موجوده في القرى والبلدان، تاخذ كمياتها عن طريق محطات المحروقات. فاذا في هلا مدارس لم تحصل عن من محطات المحروقات عن طريق التربيه او عن طريق اداره المدارس، موافاتنا باسماء هذه المحطات سيتم الزام فورا صاحب المحطه او سيتم توزيع عن طريق التوزيع المباشر الموجود لدينا في القدم للمراكز القريبه من مدينه دمشق. يعني انتم اليوم عم بتطالبوا المسؤولين بالمناطق عن بالتربيه تحديدا لتوجيه طلباتهم. طلب اذا في مدارس ما حصلت على ماده المازوت كدفعه اولى يقدموا اعتراض وين؟ يوافونا باسماء المدارس وكمياتهم، ففورا يتم متابعه مع الجهات المعنيه من اجل تامينها مباشره وعن مسؤوليتي الخاصه. تمام. اذا رح نتابع بنفس الموضوع اكيد مشاهدينا، لكن رح ناخذ فاصل قصير لو سمحتوا ونعود لمتابعه الحوار مع ضيوفنا الكرام.
مجددا اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في هذه الحلقه من برنامج صوت وصدى. بدي انتقل لك استاذ محمد طه، انت مسؤول عن الغاز في دمشق وريفه، هل هناك رضا من قبل او المواطنين على مراكز توزيع الغاز، خاصه انه كان النائب الاقتصادي الدكتور قدري جميل في جوله على عدد من المراكز ولاحظ بعض المخالفات والفساد من قبل بعض المدراء المسؤولين عن مراكز التوزيع، كيف اليوم عم يكون رضا هي المراكز؟ موجود مراكز ضمن دمشق اللي كان عددها 8 مستودعات، واثناء الزياره التي تمت وطبعا في وجود بعض المستغلين لهذه لوجود لبعض المستغلين للازمه خلينا نسميها واستغلالها بابشع الطرق، اثناء الجوله تم اكتشاف بعض الاخطاء وتم طبعا تجاوز هذه الاخطاء باعاده الترتيب بهذه المستودعات وبوجود عناصر. طبعا في وجود بتوزيعات القطاع العام الموجوده المستودعات وجود دوريه من حمايه المستهلك، مديريه التجاره الداخليه وحمايه المستهلك بدمشق من بدايه توزيع الاسطوانه وحتى انتهاء عمليه التوزيع. موجوده حاليا ضمن المستودعات دوريات ومكونه من 3 اشخاص تاتي صباحا من منذ بدايه عمليه التوزيع حتى النهايه. كان في نوع من واعلامنا عن اي اشكال او اي مشكله بتصير ليتم معالجتها واتخاذ الاجراءات. كان في نوع من الاتفاق من قبل بعض المدراء مع تجار السوق السوداء يعني وبيع الاسطوانات اللي بحاجتها المواطن بالسوق السوداء وباسعار هلا هنيك مضاعفة. وجود الازدحام والضغط اللي كان موجود على المستودعات وطبعا هلا خفت بنسبه معينه، هناك بعض المستغلين لكل أزمة مستغلينها ومحتكرينها. أزمة هناك بعض يقوم بعض الأشخاص بوجود على المستودعات بشراء هذه الأسطوانات وبيعها في خارج المستودع وبأسعار عالية. طبعا تم التوجيه بهذا الموضوع وتم ضبط الموضوع وطلب من الجهات الرقابية والوصائية لهذا الموضوع لعملية ضبط بيع هذه الأسطوانات خارج المستودعات. هلا داخل المستودعات يعني نجزم لا نجزم في 100% لا يوجد هذه المخالفات، انما قيام بعض اشخاص بشراء هذه الاسطوانات ومن المستودعات بسعر 400 ليره سوريه وبيعها خارج المستودع. فالقائمين في العمل في المستودع لا يستطيعون ضبط هذه العمليه خارج المستودع. يعني العاملين مسؤولين فقط عن عمليه الضبط داخل المستودع. فبذلك تم وجود دوريات من حمايه المستهلك والتجاره الداخليه للقيام بعمليه ضبط هذه عمليات البيع الغير مشروعه خارج المستودعات. طيب هلا هو حجم الغاز الموجود بكل اسطوانه وصل ل 10 كيلوغرام بعد ما كان 13. تمام. لكن البعض ايضا عم يتلاعب بحجم ماده الغاز الموجوده، وحتى في نقطه ما عاد شفنا اللصاقات البلاستيكيه اللي كنتوا تحطوها من زمان ما عاد شفناها حاليا. ليش يعني؟ تماماً. سأل المواطن العادي انه ليش؟ النقطة مثيرة للجدل في هذا الموضوع، هناك المعتمدين الخاصين تم مجبرين او اجبروا بوجود ميزان لوزن هذه المادة، وزن المادة الغاز الموجودة اللي من حق الأخ المواطن هي 10 كيلوغرام. إضافة إلى وزن الأسطوانة اللي هي الحديد بتراوح بين ال 14 و 15 كيلوغرام، يصبح الوزن وسطياً 24.5 لل 25 كيلوغرام. أي مخالفة ضمن بزيادة بالنقص، طبعا هلا في الزيادة ما حدا بيخبرنا، بيخبرونا بالنقص. إذا وجود نقص عن هذا الرقم معناها هناك عملية تلاعب في هذه الأسطوانة. هناك في بعض الباعة غير الشرعيين لهذه المادة اللي هن بيكونوا مجوالين من خلال سوزوكيات أو من خلال تريزينات ما يسموها، يقوم هناك بسموها قلب الأسطوانة إلى أسطوانتين أو ثلاث لاستغلالها. هناك عمليات غش وتم ضبطها وبالتنسيق مع مديريات الحماية المستهلك إن كان في دمشق وريف دمشق، تم ضبط حتى هناك تعبئة ماء بقلب الأسطوانة. عندك فكرة على عدد المخالفات اللي تمت؟ لا، هلا هناك هي إحصائية بالنسبة لمديرية التجارة الداخلية كان بدمشق وريف دمشق، بس هناك متابعة حثيثة. تكون على علم أيضا بهي المخالفات صح؟ هناك تنسيق وبتم إعلامنا عن أي مصادرة أسطوانات وتم استلامها من قبل حماية المستهلك بدمشق وريف دمشق للأسطوانات التي يتم مصادرتها التي يتم بيعها بطريقة غير شرعية. تم سحب رخص لمعتمدين خالفوا هناك سحب رخص من قبل محافظة دمشق أو ريف دمشق للناس المخالفين أو المعتمدين المخالفين. يعني هناك مثلا في منطقة معينة
المعتمد في منطقة، خلينا مثلا على سبيل المثال في منطقة جرمانة، فهذا المعتمد لا يوزع في مدينة جرمانة. فيتم متابعته من خلال الوحدة الإدارية ويتم إعلامنا بهذا الموضوع عن طريق المحافظة، ويتم إيقاف الترخيص الخاص بهذا المعتمد وتحويل مخصصات المعتمد المسحوب ترخيصه إلى الاستهلاكية لتغطية الحاجة في المنطقة. تمام. هذا السؤال يعني بدفعني أيضا أسأله للأستاذ علي، حول هل توجد آليات للتنسيق بينكم وبين مديريات حماية المستهلك لمنع التلاعب والغش والاحتكار؟ طبعا. أيضا احكي لنا عن تفاصيل هل نحن بالإجراءات المتخذة أيضا، هي الإجراءات الرقابية اللي نوهت عليها بالبداية، والإجراءات الرقابية مناطة بشقين، شق الرقابة الداخلية الخاصة بفرع محروقات دمشق، والرقابة الوصائية اللي سميناها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك. بالإجراءات المتخذة أول شيء تم فرز مراقبين مديرية التجارة الداخلية على كافة المراكز والمحطات كمراقبين دائمين وبشكل يومي وليس بشكل دوريات. اثنين، تم إلزام المحطات الخاصة بفتح سجلات يدون عليها الكميات الموردة وتدقيق بسجلات خاصة كمان للأخوة المواطنين، ويتم التدقيق بين الكميات الموردة والكميات المنفذة للجهات اللي عائدة تنفيذها لهذه المحطة، وبالنسبة للأخوة المواطنين وبشكل يومي مطلوب من المراقب رفع تقرير يومي عن هذا العمل. قد عدد المراقبين وهل عددهم كافي لدمشق؟ هلا بمدينة دمشق شو يعتبر بحكم انه عدد المحطات قليل، انه العدد كافي موجود لا يقل عن مراقب بكل محطة أو مركز، هذا بشكل دائم. أيضا تم اتخاذ إجراءات رقابية بكفرع محروقات دمشق، أيضا لجان تدقيق بالطلبات المنفذة لدى الفرع أو المسجلة لديها عن طريق النظام الأتمتي اللي ذكرناه، وعليها التدقيق بسجلات كمان المفتوحة لدى فرع محروقات دمشق بالطلبات المنفذة عن طريق السائقين، والطلبات المسجلة للأخوة المواطنين، والتدقيق بالتنفيذ والغير منفذ وأسباب عدم التنفيذ. أيضا تم تشكيل لجان رقابية جوالة على الآليات لبيان دقة التنفيذ وصحة التنفيذ بالنسبة للأخوة المواطنين. فهذا الموضوع مناط فينا وبالجهة الرقابية، وفي تنسيق يومي من خلال لجنة المحروقات بأي إشكالية تقع أو أي شكوى تقع نحن يتم معالجتها عن طريق الجهة الوصائية المديرية التجارة الداخلية أو عن طريق فرع محروقات لديه للرقابة الداخلية. في نقطة هون يعني حابة أسألك عن أستاذ علي فيما يخص محطات البنزين يعني التابعة للدولة، عم بنشوف عليها ازدحام أكثر من غيرها يعني بالقطاع الخاص، يعني يشاع بأنه هي أنظف، ما مدى مصداقيتها؟ يعني ثقة المواطن، أنا بقول دائما السلع الحقيقية يقيمها المواطن، فالازدحام الموجود على محطات الدولة هذا ناتج عن ثقة المواطن في هذه المحطات بتقديم السلع الحقيقية بالسعر الحقيقي وبالكمية الحقيقية. فهذا الموضوع يعني هو المواطن هو اللي بيحدد سلعته الحقيقية فيها صراحة. ولكن كمان هناك محطات خاصة تقدم يعني السلع الحقيقية، وهناك ازدحام على محطات الخاصة، وعدد المحطات كما ذكرنا هي محطات بمدينة دمشق عموما على حجم المحافظة تعتبر محطات قليلة، وبالتالي لابد أن نشوف هذا الازدحام. يعني أستاذ منصور، عم نحكي عن موضوع الرقابي وأكيد يعني كتير مهم هذا الموضوع. أنتم في ريف دمشق 40 مراقب تمويني فقط على 350 محطة أو مركز توزيع؟ نعم طبعا، مديرية التجارة الداخلية خاص فيها هذا الموضوع، وإنما يعني مثل ما تحدثتي فعلا في 40 مراقب تمويني في مديرية التجارة الداخلية بريف دمشق. 40 مراقب على أكثر من 320 أو 350 محطة محروقات ومركز بإضافة للفعاليات الأخرى، الحقيقة غير كافيين للمراقبة. طبعا مثل ما حكينا يعني كان الدور أعطاء الدور كان الأكبر والأهم، هلا حاليا بعد ما تم تشكيل لجان بكل بلدة وبإشراك أعضاء المكاتب التنفيذية بالمحافظة وجميع الفعاليات واللجان الشعبية، الحقيقة لهم دور كبير كان من أجل مراقبة، طبعا الغاية أول شيء نحن مراقبة وصول المادي وتوزيعه، أما موضوع الغش وموضوع السعر ففعلا يعني التموين إذا في أي شكوى جاهزين ليقوموا بتنظيم الضبوط المناسبة. أما يتم ضبط مخالفات بهي الفترة حالياً؟ طبعا بأي شكوى ترد من أي مواطن أو من أي حتى اللجان تقدم شكوى لا التجارة الداخلية، التجارة الداخلية تقوم بتنظيم الضبوط المناسبة، إما كان بالسعر أو كان بالغش بالكيل بالمعيار يعني.
طيب يعني اللتر عم يوصل، لتر المازوت عم يوصل للمواطن بسعر 26 ليره. طبعا هي التسعير 26 ليره سوريه واصل عند المواطن. بدنا نحكي على نقطه السهاريج، يعني اللي عم تتوجه لتعبئه المازوت للمواطن، يعني كانه المواطن عنده فكره عن موضوع السهاريج وطريقه تلاعبهم سواء بالماده، بكميه الماده اللي عم او المازوت اللي عم بيتم تعبئتها، وايضا فيما يتعلق بالراجع الموجود بالبربيش، يعني اضافه لطلب اصحاب السهاريج اكراميات، يعني كل هذا عم يشكل عبء على المواطن. نعم. كيف عم بيتم او شو هي اجراءاتكم حيال ذلك فيما يخص السهاريج؟ هذا صار موضوع تجاره داخليه، موضوع ليس موضوع محروقات حقيقه. بس انا حاب احكي على السعر للمواطنين. سعر ماده لتر ماده المازوت للمستهلك ان كان بالمحطه سعره 25 ليره سوري بالمحطه، واصل الى المنازل سعر 26 ليره سوري. فاي مواطن يعني بيطلب منه الموزع اكثر من هيك، حقه الطبيعي فورا يشتكي يقدم شكوى لمديريه التجاره الداخليه في المحافظه ان كان دمشق او ريف دمشق، واكيد حياخذ حقه كامل. بالنسبه للغش مثل ما حكيت انا، كراجع او كنقص كميه او نقص كذا، كمان المواطن هو بيعرف برميله، بيعرف الخزان تبعه. اذا طلب مثلا 200 لتر ولقى الكميه انه غير مناسبه مع ال 200 لتر، فحقه الطبيعي فورا يترك الموزع محله، يطلب دوريه تامين وتجاره داخليه، اكيد حياخذ حقه. عم نشوف موزعين خاصين استاذ منصور ايضا على الطرقات، طرقات السفر خاصه، يعني كيف عم يتم ايضا التعامل معهم؟ طبعا هذا نوع من استغلال الازمه مثل ما حكيت انا، عم يبيعوا لتر ب 40 ليره تقريبا. في بعض الشاحنات او السيارات العابره او الاشخاص نحن بنشوفهم على مداخل ومخارج مدينه دمشق موجودين، فهذول فعلا يعني موجودين عم يستغلوا ازمه. وطبعا التجاره الداخليه، وانا بعرف انه محافظه الريف منذ شهر ونص قامت بجوله على اسراد درعا عند نهر عيش الى نهايه اسراد درعا، وقامت بضبط العديد منهم ومصادرة معداتهم وحتى تحويلهم للقضاء. هذا متابعة يومية الحقيقة، يعني هذا عم يتم التنسيق بينكم وبين مديريات حماية المستهلك. بهمنا نعرف استاذ منصور ايضا الفلاح كيف عم يتم توزيع المادة، مادة المحروقات له؟ نعم، هلا الحقيقة بالنسبة ل يعني بالتنسيق مع اتحاد فلاحي دمشق وريف دمشق، واتحاد واحد يعني اتحاد فلاحي دمشق وريف دمشق، وبالتنسيق مع الروابط الفلاحيه المنتشره في المحافظه، في كل منطقه في رابطه فلاحيه، وفي كل بلد في جمعيه فلاحيه، بالتنسيق مع هذه الفعاليات تم الموسم الزراعي الماضي فعلا تم توزيع توزيع كمية المازوت المطلوب للفلاحين بشكل كامل ودون أي نقص. طبعا تم تأمين الخطة الزراعية للموسم الماضي بموجب الجداول التي تم إعدادها من قبل الجمعيات الفلاحية، أولا في كل بلدي وفي كل حي جمعية فلاحية قامت بإعداد جداول بأسماء الفلاحين ومزروعاتهم وكمياتهم والكمية التي مطلوبة لهم بشكل حقيقي عن طريق الرابط الفلاحي، تم إحالتها عن طريق اتحاد فلاح دمشق إلا للمحروقات، ونحن بدورنا قمنا بإعطائهم هذه الكميات عن طريق محطات المحروقات مثل ما تحدثت المنتشرة في المحافظة، وألزام المحطات بتزويدهم بالكميات المطلوبة لكل فلاح. حتى بالإضافة إلى ذلك تم تأمين الحصادات والدراسات للمناطق التي كانت محصود فيها محصول القمح بكميات كبيرة منتشرة، كم تم توزيعها عن طريق مركز تعبئة القدم الموجود في الفرع بإرسال كميات يومية إلى الجمعيات الفلاحية وتوزيع الحصادات التي كانت تحصد الموسم الماضي. فعلا الموسم الماضي كان لم يتم فيه أي ملاحظة. حاليا للموسم الحالي والتحضير للموسم القادم، نحن طبعا هلا حاليا بكون الفلاح بالتحضير للموسم القادم. هلا نحن مشغولين بالحقيقه بموضوع توزيع الدفعه الاولى للمواطنين، وتم توجيه المحطات من اجل توزيع الدفعه الاولى. الفلاح حس انه هلا ما عنده يعني ما له حصه. في صار اجتماع مؤخرا، اجتماع مع السيد وزير الزراعه والسيد محافظ الريف بمحافظه الريف، وتم مناقشه هذا الموضوع، وانا طلبت شخصيا من اتحاد فلاحي دمشق والروابط الفلاحية موافاتنا حاليا بأسماء الفلاحين الذين يقومون بالتحضير والاستعداد للموسم الزراعي القادم والكميات المطلوبة، وسيتم تخصيصها فعلا. يعني أنا تحدثت أنه قبل حصة المواطن سيتم في المحطة وتوجيه المحطات
بتزويد الفلاحين بحاجتهم. شوفوا كل فلاح قديش حاجته. طبعا بدنا يعني بتمنى انه يعطونا ارقام دقيقه وارقام حقيقيه وليست ارقام وهميه. هذا فيما يخص الفلاحين. نعم. المنشآت الصناعيه كيف عم تتعاملوا معها؟ كيف عم يتم توزيع الماده لهذه المنشآت؟ هلا المنشآت الصناعيه عندنا مثل ما تحدثت انا باول حلقه انه نحن اكبر تجمع، اكبر منشآت صناعيه او اكثر عدد موجود في محافظه الريف. لدي اكثر من 400 منشأة صناعيه مرخصة وتزود من شركة محروقات. القسم الكبير منها يتزود بشكل مباشر من شركة محروقات، والقسم طبعا كل منشأة صناعية استهلاكه أكثر من 15,000 لتر بالشهر تزود مباشرة من شركة محروقات. المنشآت الصناعية التي استهلاكها الشهري أقل من 15,000 تزود إما عن طريق المحطات المجاورة أو عن طريق مركز صعبة القدم الموجود لدي بالفرع. أنا ما تحدثت عن مركز القدم، طبعا مثل ما تحدث زميلي المهندس علي، نحن في عندنا مركز توزيع مباشر موجود بالقدم، مركز تعبئة مرخص فيه أكثر من 200 سيارة مرخصة. مهمة هذا المركز تأمين السكن العشوائي والضواحي الشعبية والمناطق القريبة من القدم للمواطنين، بالإضافة لمهمة تأمين الضواحي ضواحي ريف دمشق القريبة من دمشق، في ضواحي قريبة والتي لا يوجد فيها محطات محروقات. مهمتها تأمين كمان الفعاليات القطاع العام، المنشآت الصناعية التي استهلاكها أقل من 15,000، المشافي، المدارس، البلديات. فهذا المركز يتم عن طريقه تزويد المنشآت الصناعية التي استهلاكها أقل من 15,000 لتر. لأكثر من 15,000 لتر طبعا في لجنة بتوجيه من السيد وزير الصناعة في كل محافظة. مهمة هذه اللجنة طبعا برئاسة مندوب من فرع المحروقات الكشف على المنشآت الصناعية المرخصة في المحافظة، تحديد استهلاكها الشهري من مادة المازوت والفيول، وبدقة تحديد بعد إتمام إجراءات الترخيص تقوم اللجنة بالتنسيق مع مديرية صناعة دمشق وريف دمشق ومع مندوب من المحافظة ومندوب من التموين. بدقة عم تقول. نعم. لكن بنشوف بعض المعامل والمصانع اللي يعني توقفت عن العمل عن إنتاجها يعني، وعم تستجر المادة وتبيعها بالسوق السوداء، يعني عم تعمل تجارة جديدة لها ومرابح غير مشروعة، عم تبيع تقريبا اللتر ب 40 ليرة. كيف ايضا يعني بتراقبوا طبعا اذا في تاكدوا من دقه الحاجه مثل المصنع؟ مهمه اللجنه المشكله بالمحافظه هاي الكشف سنويا، اول شيء تحديد اولي للمنشاه، وفي كل عام يتم الكشف اعاده الكشف من اجل معرفه مثل ما تحدثت انه المنشاه قائمه او متوقفه. فاذا في شيء منشاه حاليا ضمن السنه فعلا متوقفه او غير لا تسجل يعني لا عملها خفيف جدا، فنحن يا ريت عن جد يعني نوافق فيها من اي جهه معنيه، فنحن مستعدين نتابعها مع اللجنه ومع الجهات المعنيه ومع المحافظه، وانا سنتم اتخاذ الاجراءات المناسبه حقه. تمام. استاذ علي، بيهمنا نعرف يعني كثير معلومات عن البطاقه الذكيه، عم نسمع عنها كثير هالايام هي، لكن ما عم نعرف قديش دورها بالفعل يعني صحيح ومباشر بالحد من الفساد، مثل ما حكينا يعني مشكله التلاعب والفساد في القسائم. تماما، هي البطاقه الذكيه الخاصه بالقسائم، يعني استبدال القسائم بالبطاقه الذكيه، هذا كان المشروع يعني تم تاهيل عدد من الشركات بعام 2009 عن طريق شركه محروقات، في 3 شركات تم تاهيلهم، تم اجراء الاختبارات اللازمه على نظام الاتمته الخاص فيهم، وتم اقرار هذا النظام انه وفعاليته. كان مقرر انه ب1/7 هو اطلاق المشروع، ولكن لظروف فنيه وظروف ايضا يمر بها البلد فتم تاخير اخلاء المشروع ل1/1/2013، ولكن بتوجيهات من السيد رئيس مجلس الوزراء تم تعميم على اخلاء هذا المشروع بشكل تدريجي وبغض النظر عن التاريخ الالزامي. وصدر تعميم برقمه 14/01 على 15 بتاريخ 2/10 بموافاة شركة محروقات من كافة جهات القطاع العام بلوائح اسمية عن الآليات ومخصصات هذه الآليات، ليتم إدخال هذه البيانات على نظام الأتمتة وبالتالي الإقلاع التدريجي في المشروع. ومقرر إقلاع التدريجي في المشروع في مدينة دمشق وريفة ثم لبقية المحافظات. فبس نقول مدينة دمشق، نحن عم نقول حوالي 50% من الآليات الحكومية موجودة في مدينة دمشق.
والاطلاعات الذكيه بتخص الاليات الحكوميه، الاليات الحكوميه والغاء القسائم بدل القسائم، بس نقول الغاء القسائم عليها. فبالتالي الغاء كافه سلبيات القسائم. بس نقول شو هي سلبيات القسائم؟ السلبيات اللي انه بيبيعوها برا مثلا، او تداول القسائم، تزوير القسائم، حجم الكادر البشري اللي كان موجود للقسائم واللي هو كان بيتطلب عمليه استلام وتصفيه واتلاف ولجان كبيره جدا، هذا كمان في شق كثير منه بيختصره نظام الاتمته. اثنين، منع التداول، منع لا يمكن تزوره، هي بطاقه اسميه لحاملها يعني فقط للسياره العامه للسياره الحكوميه، السياره الحكوميه. اثنين، ناهيك عن الوفورات الحقيقيه اللي بيحققها نظام الاتمته والتي ادنى حد هي 5% وقد تصل الى 30%، فبالتالي نحن راح يكون هناك عائد كبير جدا لخزينه الدوله من خلال الغاء القسائم. وهذا البطاقه مثل ما قلت البطاقه الالكترونيه، ويمكن سبق انه تم عرضها، وهي مثل الهويه الشخصيه بالنسبه لحامل هي البطاقه، ولكل آلية تحملها أسهل طبعا وتداولها، وبالتالي أنه كثير من السلبيات اللي كانت بموضوع القسائم بتم تشريجها لمدة سنة البيانات أو وقت معين تماما، البيانات اللي بتم إدخالها نوافة فيها من خلال جهات القطاع العام، إن كان يعني محاسبين حصرا اللي بيقوموا بموافاتنا بالبيانات الخاصة لكل آلية، هالآلية هي يتم إدخال البيانات تبعها على نظام الأتمتة، فبالتالي أنه إلى مخصصات شهرية. بموضوع القسائم كان موضوع انه تدور الكميات، يعني اللي ما استخدم الكميه كلها فبالتالي باستطاعته يستخدمها في الشهر اللي بعده، ولكن بنظام الاتمته لا يمكن استخدام الا الكميه التي استهلكها فعلا، الاليات المتوقفه لا يمكن استخدام الكميات تبعها، وبالتالي هذا كله يعود الى خزينه الدوله، وبالتالي الى وفر حقيقي برقم كبير جدا يعني كمان. تمام. استاذ محمد، توجهتوا مثل ما ذكرنا للمؤسسات التدخل الايجابي منا الاستهلاكيه على سبيل المثال، قديش ساعدكم هذا الموضوع بالفعل لتامين ماده الغاز وتوزيعها؟ عمليه الاستعانه بالقطاعات العامه اللي هي كانت لها تدخل ايجابي، فعلا ثبت وجود لها تدخل ايجابي، ان كان للمؤسسه العامه الاستهلاكيه بفرعها دمشق وريف دمشق، إضافة إلى الخزن والتسويق فرع دمشق. طبعا هناك تم تغطية بعض المناطق التي هي بحاجة أو عدم وجود معتمدين أو مرخصين في هذه المنطقة عن طريق السيارات الجوالة. طبعا هلأ إحنا كان في عنا بمستودع المزة مثل ما ذكرنا في بداية حديثنا عن موضوع عمليات التوزيع، في منطقة المزة تم التوزيع في الأسبوع الذي سبق عيد الأضحى المبارك من خلال سيارات المؤسسة العامة الاستهلاكية بمناطق معينة ضمن أحياء المزة، وطبعا تم تجاوز العجز تقريبا الموجود في هذه المنطقة، واعتبرناها كتجربة لمرات أو في أحياء أخرى، تجربة أولى لأحياء أخرى ممكن هناك تغطية وجود بعض النقص أو بعض العجز في هذه المادة من الأخوة المواطنين للأخوة المواطنين. بهمنا نعرف كمان المنشآت السياحية والمطاعم كيف عم يتم تأمين مادة الغاز لها؟ بالنسبة للمنشآت السياحية بالإضافة للفنادق والمطاعم والحلويات، هناك تزويد عن طريق أسطوانات هي سعت 20 كيلوغرام، يتم يوميا تحميل لمدينة دمشق وريف دمشق ما يعادل 2000 أسطوانة، يتم توزيعها على المطاعم إضافة إلى الفعاليات الاقتصادية إن كانت سياحية أو صناعية. أستاذ منصور، يعني فينا مع نهاية حديثنا اليوم نقول نطمن المواطن أنه رح تكون المادة مؤمنة له، خاصة مادة التدفئة المازوت رح تكون مؤمنة خاصة بالريف وبالأماكن الساخنة، يعني حيث أهلنا هناك يعني بحاجة أكثر لموضوع التدفئة. مثل ما تحدثنا نحن هلأ كشركة محروقات نعتمد بالتوزيع مثل المازوت على الناتج المحلي، طبعا أنا بقول أنه الكمية ستوزع هذا العام يعني ليست كما الكمية في العام الماضي، الكميات التي تحدد من قبل شركة محروقات نقوم نحن كفروع محروقات بالتنسيق مع لجان المحروقات بالأمانة بتوزيعها على مناطق حسب الأولويات لتأمين العدالة ما بين المواطنين، ما بين المناطق مثل ما قلت الباردة، المناطق الجبلية. أنا أطمن المواطنين أن مادة المازوت موجودة، الناتج المحلي نقوم بتوزيعه، يتم لحظ
كميات المناطق الباردة أكثر، يتم لاحظ كميات الزراعة أكثر، يتم لاحظ الاستيرادات إذا في نقل كميات أكثر. يعني أنا بطلب وأكد من أنه في هذا العام يجب أن نتعاون كلياتنا جميعا كشركة محروقات، كمواطنين، كمحافظة، نتعاون من أجل ضبط الكميات المازوت التي ترد إلى المحطات وتوزيعها العدالي بين المواطنين وحصول كافة المواطنين على دفع أولى، ولا نحبذ أن يكون مواطن يحصل على كمية كبيرة ويخزنها والمقابل مواطن آخر لا يحصل. أستاذ علي، سريعا أيضا بهمني أعرف فيما يخص وسائل النقل من السرافيس وغيرها من السيارات العامة اللي عم بتوقف طوابير لتأمين مادة المازوت، أيضا كيف رح تتعاملوا معها؟ هلا بمدينة دمشق صراحة موضوع النقل بينقسم إلى شقين، شق الآليات الوافدة إلى المدينة وهي نسبتها طلعت حوالي 60% من الآليات المتوقفة على المحطات للتزود بالوقود، وهي بالأغلب هي بولمانات وآليات ركب كبيرة، آليات نقل جماعي والآليات العائدة لمدينة دمشق. باجتماعاتنا مع لجنة المحروقات وبإقرار من السيد المحافظ تم اتخاذ خطوتين لحل مشكلة موضوع النقل وتأمين حاجة وسائط النقل في مدينة دمشق، النقل الجماعي حصرا. بالنسبة للآليات الكبيرة الآليات الوافدة تم إنشاء مراكز خزانات ثابتة في مراكز الانطلاق لهذه الآليات، مركز البولمانات، مركز العباسيين، مركز كراج درعا ومركز كراج السومرية، وبالتالي تزود هذه الآليات من المراكز دون الحاجة إلى الدخول إلى محطات المدينة، وبالتالي لا يوجد ما يعني في داعي يعني لدخولها إلى المدينة، تزود من مراكزها دون الحاجة إلى الدخول. مراكز تعبئة تماما. بالإضافة صدرت التعليمات اللازمة لتزويد هذه الآليات وآلية تزويد هذه الآليات ضمن ضوابط لكل مركز حسب طبيعة هذه الآليات وسفر هذه الآليات بإشراف المركز ووضوح هذا. بالنسبة للآليات العائدة لمدينة دمشق تم اعتماد بطاقة ذكية أيضا شبيهة بالبطاقة اللي فرجينا كنياها للآليات المدينة، وتم إجراءات التعاقد هلأ شبه منتهية. فالموضوع النقل بشقي الداخلي العائد لمدينة دمشق أو الخارجي الوافد تم حله بجزئي عن طريق البطاقة الذكية أو عن طريق مراكز الانطلاق الموجودة، مراكز الخزانات الثابتة الموجودة في مراكز الانطلاق. أيضا سؤال سريع لك أستاذ محمد، أيضا فينا نتفائل أنه مادة الغاز أيضا ستكون مؤمنة للمواطن خلال الموسم الشتوي الحالي إن شاء الله؟ يعني إحنا كمان من خلال هالبرنامج يعني وجهناها سابقا أن نتعاون من الأخوة المواطنين، يعني بنطلب عدم التخزين 10 أسطوانات وخمس أسطوانات، يعني نلاقي يعني الناس المحيطة يعني هناك على الأقل في بعض العائلات تقوم بتخزين 5 أسطوانات أو 6 أسطوانات. الأسطوانة سهل ممتنع التعامل معها، عملية خطرة موجودة في البيت، يعني ما في ضرورة إحنا يعني أنا يكون عندي 5 أسطوانات وفي واحد عم يدور على أسطوانة. واضحة الفكرة، أكيد ندعو لعدم تخزين مادة تماماً عدم التخزين تماماً لسبب، يعني مو فقط إنه قضية إنه أنا بدي بحاجة المادة، أسطوانة هناك أطفال موجودين في البيت ممكن أن يفتح الأسطوانة ويؤدي إلى كارثة لا سمح الله موجودة في البيت. يعني الأخوة المواطنين بتسارعوا إذا كان عنده 5 أسطوانات تنقص أسطوانة بصير يقاتل على الخامسة أكيد سمى تمن يكون بحاجة أكثر لإلها. تماما التعاون مع الأخوة المواطنين في هذا المجال طبعا رح نحقق تماما الوفر أو وجود الأسطوانة الأمنة لمواطن آخر بحاجة إلى أسطوانة. واضحة الفكرة. المهندس محمد طه مدير غاز دمشق وريفة، شكرا لتواجدك معنا. شكرا المهندس علي غانم مدير فرع محروقات دمشق، شكرا لك أستاذ علي. والمهندس منصور طه مدير فرع محروقات ريف دمشق، شكرا لك. والشكر دائما لكم مشاهدين على حسن المتابعة، إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج صوت وصدى.